السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد وشنقك سبونك، مقطع جديد لأول مرة يا أخوان. شيء ما توقعته راح يصير. مستر سفج كان فاتح بث، لازم أشرح لكم الفكرة عشان تفهمون معي. خليك مركز معي يا سيدي المشاهد، أبيك بكامل قواك العقلية تذكر سالفة الفشار ومسيرة المفرحات، جيبها معك الآن. مقطع هذا تستمتع فيه. مستر سفج سوى بث، البث كان عبارة عن أنه يتحدى الناس اللي عنده في البث 1v1، تمام؟ أوتلاو هذا الشخص عربي تحدى مستر سافيج في بثه، ولأول مرة عربي على بينج يتراوح من 80 إلى 100 يلعب مع أجنبي ومعروف وبينجه صفر. راح تشوفون قدامكم. أبي أشرح لكم كيف كانت الفكرة. له طريقة بثه، ما أدري هي عن طريق الدونيشن أو عن طريق شيء معين، بحيث أنك تستضيف معك واحد من المشاهدين اللي تتحداه 1v1. أوتلاو هو كان الشخص هذا، لعبوا مع بعض على 3 راوندات أتوقع. ما ودي أني أحط المقطع كامل بقناتي، أني أبيكم أنتوا يا أخوان ما تقصرون معاه. مثل هذول الأشخاص أقل شيء نسويه لهم أن إحنا ندعمهم. نزلت 3 مقاطع قبل لدعم العرب، واحد كان 40 كيلز وما قصرت ووصلتوا فوق 1,000,000، واحد منهم كان على 10 لاعبين سولو سكواد وما قصرتوا، المقطع تقريبا وصل فوق 500,000 مشاهدة. عموما هذا المقطع بإذن الله ما تقصرون معاه، روحوا قناة تحت اشتركوا، اعطوه كلام محفز، لازم ندعم الناس هذولي حبة حبة، نصير كلنا اساطير ونعرق مع بعض وندعس العالم مع بعض، يعني نصير ممتازين. مالكم بالطويلة، راح استعرض في البداية اللقطات من بث مستر سافج. راح تكون الجودة شوي تعبانة لان بثه جودة اعلاها 720 يمكن، فان شاء الله انها تكون واضحة. بعدين نص المقطع راح يكون فيه من الشاشة الثانية حقت أوتلاو، هذه ما راح استعرضها عندي، راح اخليها في قناته. اللي يبغى يشوف كيف طلعها من جهته يمديه يروح يشوف تحت، يشوف قناته قصدي. وبرضو تحديت أوتلاو، طبعا أوتلاو اللي ما يعرف قبل لا انزل مقطع هو اصلا خويي، واللي تابعني بتويتش يعرفوني انا اصور معاه وبث معاه، فلعبت معاه كرييتيف كذا فايت كذا للمتعة ونزلتها برضو بحيث ان احنا نلعب ونستمتع. اتمنى المقطع ينال على اعجابكم، لا تقصروا معنا، اضغطك على زر اللايك واشترك في القناة إذا ما تشترك. بنوصل بإذن الله اليوم 700,000. الله يعطيكم ألف عافية على الدعم. كود الايتم SXP وعليكم هذا اللي قدام، هذا حق أوت ولا درون يستاهل دعمه 25 بس كود رقمين. شكرا لكم مرة أخرى جميعا، أدري طولت في المقدمة والمقطع طويل، مشاهدة ممتعة، نروح الآن. يلا بسم الله بدينا. طبعا الجودة إذا فيها مشكلة ماخذينها من بث، ومن بث على مقطع، ومن مقطع على مقطعي. الزبدة المستر. I'm good man, what about you? I'm good as well bro, a little bit tired but yeah, it's okay, man. You're gonna grab me because I have 100 bang. Holy shit. Where are you from? Middle East. Yeah, I heard you guys don't have servers. That sucks. Yeah. Hope you guys get servers soon. Like. Yeah, I wish, man. Yeah. That sucks. Just don't take my wall, okay? Let's go. Alright. Oh. He's golden. No. Yo, Sasser, if I put the ball. Yo, Sasser. Oh shit. لا نزل عن الهاي، والله ما حبيت نزلت الهاي. يا عمري يا عمري يا لما 11 بس كلهم وايت، كلهم وايت يا ساتر يا عمري يا عمري. اقسم بالله متعه، اقسم بالله متعه، والله العظيم والله العظيم اني ما صدقت لليوم ما شفت بعيني يا عيال.
ما ادري واضح عندكم ولا مستر سفد يلعب على بنك صفر. يا رب انه واضح، يا رب انها واضحة. اوت طبعا كلهم ماوس كيبورد ماوس كيبورد. اوت بنك يتراوح من 80 إلى 100. مستوعبين كيف ما قدر عليه؟ نكمل المقطع ونقصر الصوت لان الصوت عالي. منصر طلع وجهه مستر سفد معرق. This guy's الله يعزك الله يعزك. ترجمة طبعا تحت. ها يغلط 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 no. حس انه قرمش. يا عمري يا هاي يا اوت يا عمري يا الهاي. لا تكفى خلا من الهاي. يا عمري هاي رجع عنده يا بلدت. يو نيكوس يو دم واحد دم واحد ليتها والله اكس عشان صدق يقفل قلاته سفج. مرتبك مرتبك يا عيال. يلعب ضد واحد بينقى 100 اكيد بيرتبك يا عيال. اكيد راح يكون نفس لعبه يخاف يلقم ضده. القى واحده بس وسلامي. لا يو 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 اكس 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 تكفى تكفى اكس. حرام حرام والله كانت اكس ايزي. لا 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 خش معه بنايه واحده خش معه بنايه واحده لو لويه عنده. حطوا بالكم من اللي ضده متوتر طبعا تلعب ضد مستر سافيج بكل لعبك. لا 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 يا عمري يا عمري No, I'm trying. Good fight, bro. Bro, you almost fucking had me. You won the two first fights. Yeah, GG's, man. Nice to play against you, man. Keep on grinding, bro. You're crazy for having 100 ping. If you get your servers, bro, you're gonna be cracked. Holy shit. Yo, thank you, man. GG, man. GG's. ما اعطيك كبر من هجمك ورب الكعبة. اوت لعن ام الغبنة. مكتوز والله العظيم ها والله انه واحد ورب الكعبة. ايش تبي بحجر؟ عشان افرق. لا لا والله ما تقعد مرة ما تبي بحجر والله ما طيب انا ببني بحجر عادي وانت تبي بخشب؟ خلاص يلا انا ماك. لح الو الو كرشت اللعبة. تدري ايش الكويس فيك؟ ما اقدر ادمجك. الله تطلع من بنايتي. اوه يا احمد والله اني مسوي تربو بلد يا احمد. تربو بلد ولا ما حطيت هرم؟ لو انك حط هرم انت اللي ماسك اليدك يا احمد. ايش تستعمل يا الله احسك تطلع كذا وقادر توصل تحت. بسم الله وش قاعد تسوي يا احمد؟ ما يذكر ضيتي. لا تلحم يا السلح. كويس كذا انت كويس. اوه 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 يعني ام النرفزة يا اوه يعني ام النرفزة. طيب احمد
حلوة يا اوت هذه والله جرب شيء ما جربت. يلعن امك والله شوف درجك من لف جاك لف واضح انك تكسر ام الكنترول ها يا احمد تطلع هذا بشكل احمد علقت والله يا اخي هاشرك بهرم يا اخي تقلى فيني يا اخي يلعن امها على الطرديه حط او شيت كم يبغى احمد ما يبني وصلنا للمرمى المنتهى من قادر اه تبني انا صعبه دي مره ما نقدر انا ايش فيني اقسم بالله العظيم ابغى لا تسويها يلعن ام الضيقه هذا عين ايوه هذا مسست خد بالله يا ابو والله ما تطلع والله اني تعبت يا اوت في امك خلاص الكم يا سبان لا باقي فتاني اشوفك من النهار احمد والله كيف الحبسه هذه؟ انا اقولها للسعد دايم القم ماي جود القم ايزي كلاب وبس الى هنا وصلنا لنهايه المقطع شكرا للمشاهده الله يسعدكم جميعا والله العظيم من وجهه نظري اوت من افضل اللاعبين العرب اللي يلعب البنج العالي اسطوره الولد بشكل غير طبيعي قناته تحت تقصرون معه شكرا لكم على المشاهده لا تنسى اللايك والاشتراك مع السلامه